بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كل عسى من الله فهي واجبة. يعني أن المراد أن من يعمر مساجد الله، أن من يعمر مساجد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخشى إلا الله، فهؤلاء من المهتدين. فمن أسباب هداية العبد عمارة المساجد. وعمارة المساجد على نوعين: عمارة حسية ببنائها وتشييدها وتطييبها وتنظيفها، وعمارة معنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن وتعليم العلم النافع ونحو ذلك. وقد جاء في فضل ذلك كله، يعني العمارة المعنوية أو الحسية، آيات وأحاديث. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. فيا عبد الله، يا من أردت أن يبني الله لك بيتا في الجنة، عليك بالاجتهاد في بناء المساجد. وبيوت الجنة أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بناءها لبنة فضة ولبنة ذهب، يعني طوبة من الفضة وطوبة من الذهب، وملاطها المسك، ترابها الزعفران، ومجامرها الألو وتعود الطيب. وقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فمما يلحق المؤمن من العمل والحسنات حتى بعد الموت مسجدا بناه ابتغاء وجه الله عز وجل. وكما سبق أن عمارة المساجد ليست مقتصرة على بنائها فقط، بل تكون بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وحلق العلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ولا شك أن الذي بنى هذا المسجد ابتغاء وجه الله يكون له من الأجر مثل ذلك. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومكانة المسجد في الإسلام عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة كان أول عمل عمله بناء المسجد. وفي المساجد تعقد حلق العلم التي خرجت الآلاف من العلماء وطلبة العلم من شتى بقاع الأرض، وكذلك حلق تحفيظ القرآن الكريم والدروس والكلمات ونحوها. وبين الله سبحانه أن من أعظم الجرائم صد الناس عن بيوت الله والسعي في خرابها، وأن الجزاء في ذلك خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهؤلاء الإخوة بلغنا عنهم أنهم على خير وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وكما أسلفت يحاربون أهل الأهواء والبدع، وهم في هذا المكان يحتاجون إلى أموال لدعمهم ولبناء مسجد يذكر فيه اسم الله تعالى. فإني أوصي جميع من استطاع أن يعاونهم على ذلك من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب نشر العلم ونشر العبادة والصلاة والخير والدروس العلمية وتحفيظ القرآن ونحو ذلك في بيوت الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن القائمين عليه على منهج أهل السنة والجماعة ويحاربون الفرق الضالة التي تقاتل الناس وتفسد في الأرض وتخرب العمران ونحو ذلك والعياذ بالله. فإني أوصي الجميع بالاجتهاد معهم في النفقة على هذا المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وليبشر من أنفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيا أيها الإخوة، بادروا بارك الله فيكم بالإنفاق حتى يقال لكم من الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا. نسأل الله أن يعين هؤلاء الإخوة القائمين على هذا المسجد في هذه المدينة، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يفتح لهم قلوب العباد، وأن يفتح لهم في هذه البلاد الخير والدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.